بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن كل من يموت على ملة غير ملة الإسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وقد سمع ببعثته عليه الصلاة والسلام فهو من أهل النار. نعم، فيقال هذا من حيث العموم، وأما من حيث التفصيل فالله أعلم بحال هؤلاء الأموات. نعم، لكن نقول ونجزم كل شخص ليس بمسلم ومات على غير هذه الملة، ملة الإسلام، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وكان قد سمع ببعثة عليه الصلاة والسلام فهذا من أهل النار. نعم، وأما التفاصيل هذا بعينه أو هذا كذا فهذا أمره إلى الله جل وعلا. هذا وبالله تعالى التوفيق.